محاضرتنا لهذا اليوم حقيقة هو التكملة للدي سي بايزنج، وأيضا عبور على مواضيع أخرى ضمن هذا الفصل، الفصل الرابع. أوكي، من عنده سؤال عن المحاضرات السابقة؟ أكو واحد عنده سؤال؟ المحاضرات السابقة. أوكي، فهذه المحاضرة هي الخامسة. عندنا ايضا الكرنت ميرور. الكرنت ميرور هو حقيقة يكون بهالصورة هذه، من نلاحظ هنا انه عندنا شنو، عندنا تو ترانزستور والبيز مالتهم مشترك، وهذا الترانزستور الحقيقة الاول هو الكيو 1، الكولكتر مرتبط بالبيس، فهو حقيقة هذا يعمل كدايود. اوكي، عندنا هنا اي كنترول اللي هو يسوي لنا كنترول من الدائرة، هو حق تيار الانبوت، وعندنا هذا الاوتبوت. أستاذ ماكو صورة، نعم أستاذ ماكو صورة، الشاشة سودة. هذا بس نشوف أكو صورة يا أمي. اي، سوى ريفرشمنت، سوى ريفرشمنت وشوف لان الصوره موجوده، اكو مشاركه يعني، سوى ريفرشمنت وشوف. اوكي، فحقيقه شنو قلنا هذا، فهنا عندنا الاوتبوت، حقيقه هذا التيار الاوتبوت اللي هو اي سي 2، ايضا هو الاي او. هذا التيار شو راح يكون حقيقة؟ انه راح يكون مرآة من هذا التيار، فكأنه هذا التيار الاي لود يساوي الاي كنترول. طريقة الاناليسيس مال هذه الدائرة تكون كالتالي. اول شيء احنا شنو حقيقة، نفرض انه تو ترانزستور كيو 1 كيو 2 ايدنتيكال، متماثلة متشابهة. بالتالي اذا كانت متشابهة وايضا نتيجة هذا اللوب هنا بالاسفل، فراح يكون في بي اي 1 يساوي في بي اي 2. السبب شنو؟ لانه اذا جمعنا في بي اي 1 راح يكون شنو، ماينس في بي اي 2 يساوي 0، بالتالي في بي اي 1 يساوي في بي اي 2. اذا كانت الفي بي اي متساويه، فايضا هذا يؤدي لنا شنو، الكرنت ايضا متساوي، يعني اي بي 1 هنا يساوي لي اي بي 2. اوكي، هذا التيار اللي بالاعلى اللي يجي حقيقة من الكولكتر يسوي فيدنج لهذا الترانزستور، تو ترانزستور، هذا الكرنت هنا شو يساوي لهذا الاي بي؟ يساوي لاي بي 1 بلس اي بي 2، مثل ما نلاحظ بهاي المعادلة، اي بي يساوي لاي بي 1 بلس اي بي 2. وقلنا شنو، اي بي 1 يساوي اي بي 2 لانه تو ترانزستور متماثلة، والفي بي اي 1 يساوي في بي اي 2 مال السكند ترانزستور، بالتالي نقدر نقول اي بي يساوي لي اي بي 1 بلس اي بي 2، لان اي بي 1 يساوي اي بي 2 ويساوي 2 اي بي 1. فهذا التيار يساوي 2 اي بي 1 او يساوي 2 اي بي 2. اوكي، التيار هذا الكنترول شو يساوي لي؟ يساوي لي اي بي بلس اي سي 1، اي كنترول، لانه ده يتفرع، جزء يروح للبيز مال التو ترانزستور والاخر يروح للكولكتر مال ترانزستور الاول، فهو اي سي 1 بلس اي بي. نعوض القيمه مال اي بي ونعوض القيمه مال اي سي 1. اوكي، فالاي كنترول شو يساوي لي؟ بيتا 1 اي بي 1 تمثل لي اي سي 1 بلس 2 اي بي 1 اللي يمثل لنا الاي بي. بالتالي اقدر شنو هنا حقيقه، اخلي اي بي 1 كعامل مشترك، تبقى عندي بيتا 1 بلس 2. ولما كانت البيتا الرينج مالتها هو حتى تقريبا حقيقة بالمية، أو من 50 80 إلى 400، ممكن إنه شنو، إنه البيتا 1 هواي أكبر من التو، وبالتالي ممكن نكتب إنه أي كنترول ساوي لبيتا 1 أي بي 1. هذا حقيقة فيما يخص الأي كنترول، ثبتنا شي يساوي لي تقريبا بيتا 1 أي بي 1 تقريبا يساوي للأي سي 1. أوكي، لأن هذا نفسه هو الأي سي 1 اللي هو حقيقة هنا بيتا 1 أي بي 1. اوكي، الان نقدر نكتب الاي بي 1 اللي هو هنا يساوي لاي كنترول اوفر بيتا 1. اوكي، بقسمة الطرفين على بيتا 1.
من جهة أخرى عندي الآي لود اللي هو هذا التيار يساوي لي آي سي 2 ويساوي لي بيتا 2 آي بي 2. أوكي، أنا كاتبيها يساوي لي بيتا 2 واي بي 2. وايضا شو يساوي لنا؟ بما انه الاي بي 1 يساوي اي بي 2 يساوي لي بيتا 2 اي بي 1. اوكي، وقلنا 2 ترانزستور ايدنتيكال، فبيتا 1 يساوي بيتا 2 راح يكون بيتا 1 اي بي 1 ويساوي لي اي كنترول. حصلنا على دائره انه هذا التيار هنا الاي لود هو مراه للكرنت الموجود حقيقه بالجهه الثانيه اللي هو الاي كنترول. فاي لود يساوي لي اي كنترول. اوكي، نحسب الاي كنترول من هاي الدائره، شو يساوي لنا؟ نتبع هذا اللوب باللون الاحمر، فش راح يساوي الاي كنترول؟ يساوي لي في سي سي اللي هي بالاعلى، في سي سي ماينس الفولتيه مال في بي اي 2 او الفي بي اي 1. نقدر نروح على هذا اللوب او نقدر نروح حقيقه على هذا اللوب، يعني اما من هذه الجهه او من الجهه الاخرى، فراح يكون في سي سي ماينس في بي اي 2 اوفر شنو؟ اوفر هذه المقاومه اللي هي الار. اوكي، فالاي كنترول نقدر نحسبها بهالصوره هذه، في سي سي ماينس في بي اوفر ار. وبالتالي حقيقه شنو؟ انه حسبنا الاي كنترول والاي لود هو يساوي الاي كنترول. فحصلنا على كرنت ميرور، هذا حقيقة مهم جدا. وين؟ مهم جدا شنو؟ بالاي سي سيركت، انه دائما نحتاج انه حقيقة شنو؟ الى كرنت ميرور لتوليد تيار داخل الاي سي سيركت. اوكي، هل هو هذا الاي لود يكون ثابت لو متغير، يتغير مثلا تغير درجة الحرارة او تغير البيتا؟ فهنا حقيقة هذا شنو؟ هذا المخطط اللي بالاسفل حقيقة يعبر لنا على انه شنو ثبات الاي لود. لاي سبب كان اذا ازداد الاي لود، اوكي، فراح يسبب زيادة. وين؟ زيادة بالاي سي 2. يسبب اذا زاد الاي لود، طبعا الاي سي 2 نفس الاي سي 2 راح يزداد الاي سي 2. بالتالي اذا ازداد الاي سي 2 ايش راح يزداد عندنا؟ يزداد الاي بي 2. واذا ازدادت الاي بي 2 هذه راح يزداد شنو؟ ال في بي اي 2. ثم نلاحظ هنا، اوكي، فال في بي اي 2 راح تزداد، واذا ازدادت ال في بي اي 2 هنا، اوكي، ايش راح يزداد عندنا؟ راح يزداد عندنا ايضا شنو؟ ال في سي اي 1. اوكي، راح يزداد في بي اي 2. اذا ازدادت ال في بي اي 2 هذا ال في بي اي 2 ازدادت هنا، فهنا ايش راح يكون حقيقه عندنا؟ راح تكون عندنا الحقيقه هاي ال في بي اي 2 تزداد. هذه المعادلة مال هذه تقريبا ثابتة، لأنه في بي اي 1 بلس في بي اي 2 يساوي زيرو. فإذا ازدادت هذه فهذا راح تقل، وراح يكون شنو حقيقة؟ راح تقل ال في سي اي 1. وإذا قلت ال في سي اي 1 راح شو يقل عندنا؟ راح يقل هذا التيار اللي هو حقيقة الاي ار. وإذا قل الاي ار راح يقل الاي بي، لأن الاي ار حقيقة شو يساوي؟ اي بي بلس اي سي 1. وإذا قل الاي بي راح يقل الاي بي 2، راح يقل الاي سي 2، راح يقل الاي لود. هذا حقيقة مخطط يثبت لنا انه شنو؟ اي زيادة تحدث لنا على هنا على التيار اللود كرنت راح تسبب زيادة بالفي بي 2، تسبب زيادة بالاي بي 2. اوكي، وإذا ازداد الاي بي 2 هذه حقيقة الفي سي، هذه النقطة اللي هي الفي سي اي 2 هي نفس الفي سي في سي 1، العفو الفي سي اي 1 هي نفس الفي سي 1، لانه هو الاي الليمتر مرتبط بالجراوند. فالفي سي 1 هذه اذا ازدادت الفولتيه فهذه النقطه راح تقل. السبب شنو حقيقه؟ لان هذا عندنا اللوب انه شنو؟ الفي بي اي 1 في بي اي 2 بلس اي ار 2 اي ار ماينس في سي يساوي زيرو. فإذا زادت هاي الفولتية هذه النقطة زادت، فراح شنو تقل هذه النقطة اوتوماتيكلي. فإذا قلت هذه النقطة راح شنو تسبب لي؟ تقليل بالاي ار، ويقل إذا قل الاي ار راح يقل الاي بي، وبالتالي هذا التيار راح يقل، وانه يؤدي الى انه شنو الاي لود ايضا راح يقل. فحقيقة شنو؟ كأنه هذا سيستم يحافظ لنا على التيار من الزيادة. اوكي،
لا ناخذ اكزامبل اكزامبل هو بالصوره التاليه. عندنا هذا هو الكرنت ميرور بالاعلى، نريد نحسب شنو الاي كنترول. احنا نعرف حقيقه الاي اثبتنا يساوي لي هذا التيار اللي هو اي كنترول هنا الاي، فالاي يساوي الاي كنترول. هذا هو الاي كنترول، هذا هو الاي كنترول، هذا هو الاي كنترول. شاهد الكتابة هذا، فهذا هو الاي كنترول. فالاي يساوي اي كنترول، اي كنترول شو يساوي لي؟ في سي سي ماينس في بي اي 2 او ماينس في بي 1 اوفر 1.1، راح يساوي لي 10.27 ملي امبير. الحقيقة هكذا حساب، هكذا دار. عندنا اكزامبل اخر اللي هو ايضا كرنت ميرر. عندنا هنا شنو حقيقة؟ عندنا دائرة، ولكن شنو عندنا هنا حقيقة متفرعة، تو ترانزستور كيو 1 كيو 2 وكيو 3. فهذا حقيقة الكرنت هذا ايضا هو ميرر لهذا، وايضا هذا الكرنت هو ميرر لهذا، فنقدر حقيقة نسوي ما لا نهاية هنا من الترانزستورات، وبالتالي كل تيار راح يكون هو يكون ميرر للتيار مال الانبوت اللي هو الاي كنترول اللي هو يسوي الكنترول للدائرة. فهنا شنو حقيقة؟ ايضا نقدر ناخذ هذا اللوب بالاسفل، تو اول ترانزستور ار ايدنتيكال، يعني كل ترانزستور هي متماثلة، بالتالي راح يكون حقيقة شنو عندنا؟ هذا الفي بي اي 1، هذا اللوب في بي اي 1 يساوي في بي اي 2 ويساوي لنا في بي اي 3، بالتالي الاي بي 1 يساوي اي بي 2 ويساوي لاي بي 3. اذا كانت الفي بي اي متساوية ف all the base current are identical، ايضا متساوية. اوكي، الاي بي 1 اللي هو هذا شو يساوي لي؟ اي كنترول اوفر بيتا. هذا شنو حقيقه اثبتنا؟ هذا مختصر هنا، ليش؟ لانه قلنا شنو الاي كنترول هو اي بي بلس شنو اي سي 1، ولما كان الاي سي 1 بيتا 1 الاي بي 1 هذا الاي بي، الاي بي شو يساوي لي؟ اي بي اللي هو اي بي 1 بلس اي بي 2 بلس اي بي 3. ولما كان انه شنو الاي سي 1 اذا يساوي لي بيتا 1 اي بي 1، نطلع بيتا خارج قوس، راح الاي بي راح خارج قوس، راح يكون عندي شنو؟ راح يكون بيتا 1 بلس 3، لانه عندي شنو؟ 3 كرنت، بالتالي بيتا 1 هو اكبر من الثلاثه، فراح يصير شنو؟ الاي كنترول يساوي لي بيتا 1 اي بي 1، وذلك اي بي 1 يساوي الاي كنترول اوفر بيتا. قلنا all the transistor have the same beta، نفس البيتا، بالتالي I control على بيتا. وأيضا الـ IB2 لأن هذا الـ I هو نفس الـ collector current يساوي لبيتا 3 أو بيتا IB3، فراح يصير IB2 IB3 يساوي الـ I over بيتا. أيضا هنا الـ IB2 يساوي الـ I over بيتا، وبالتالي حقيقة مثل ما تلاحظون هذه الـ current الاي بي 1 يساوي اي بي 2 اي بي 3، فبالتالي اي كنترول اوفر بيتا يساوي لي اي اوفر بيتا ويساوي لي اي اوفر بيتا، وبالتالي الاي راح يساوي لي شنو؟ اي كنترول. اذا حذفنا البيتا هنا راح يصير اي كنترول. حساب الاي كنترول شو راح يكون؟ نفس الطريقه السابقه، في سي سي وماينس في بي، اي في بي من هذه الفي بي مال 3 ترانزستور، اوكي، اوفر شنو؟ هاي المقاومه اللي هي الار كنترول اللي هي 1.3 كيلو اوم. اوكي، هذا حقيقه شنو؟ شلون انه نحسب حقيقه الاناليسيز. هذا هنا حقيقه نقدر نحسبها ايضا، نقول اي كنترول تساوي لنا اي سي 1 اي سي 1 و بلس اي بي، والاي بي
يساوي ان اي بي 1 بلس اي بي 2 و بلس اي بي 3. اوكي، انه حقيقة هذا هو الاي بي، يساوي الاي بي 1 اي بي 2 اي بي 3. اوكي، وعندنا نقدر نكتب الاي كنترول، كنترول يساوي ان بيتا 1. اوكي، بيتا 1 هذه هي البيتا 1. يساوي ان بيتا 1 اي بي 1 و بلس هذه الاي بي كلها متساويه مثل ما نلاحظ هنا، فراح يكون بلس 3 اي بي 1. اوكي، و راح يساوي ان اي بي 1 هنا راح يكون عندي شنو؟ بيتا 1 و بلس 3 اي بي 1. اوكي، وبالتالي حقيقة بيتا 1 هواي اكبر من 3. اوكي، وانه شنو راح يكون حقيقة في راح يكون الاي بي 1 يساوي الاي كنترول اوفر بيت. اوكي، ايضا هنا نقدر نكتب انه شنو all the beta are identical. Okay. All beta beta 1 يساوي لي all v beta 2 ويساوي لي beta 3 ويساوي لي بيتا. اوكي، فبالتالي حقيقة نقدر بيتا 1 بيتا 1 نكتب ايضا نكتب هنا بيتا، وبالتالي راح يكون شنو الاي بي 1 يساوي الاي كنترول اوفر بيتا. اوكي، هنا ايضا نقدر نقول هنا شنو بيتا هواية اكبر بيتا هواية أكبر هواية أكبر من 3. أوكي، بالتالي شنو راح يكون عندنا الـ IB1 يساوي لي I control I control over بيتا. أوكي، هذا حقيقة بالنسبة للأناليسيز مال هذا الموضوع. أحد تطبيقات الترانزستور أيضا هذه الكرنت ميرر، عندنا أيضا كرنت سورس سيركت. مثل ما نعرف حقيقة بالنسبة للكرنت سورس، أما يكون هو حقيقة فولتج سورس أو كرنت سورس، فإذا كان فولتج سورس فإنه يكون أما براكتيكال أو آيديال. الآيديال هو شنو؟ المقاومة مالته تكون صفر. إذا براكتيكال راح تكون بمقاومة قليلة أو صغيرة راح تكون الآر، فيكون بهالصورة إن سيريس بالفولتج سورس راح تكون المقاومة إن سيريس وذ ذا فولتج سورس، أو يكون كرنت سورس. فأما يكون براكتيكال أو آيديال، إذا كان براكتيكال راح تكون المقاومة إن بارالل وذ ذا خدتوها بالدوائر الكهربائية راح تكون إن بارالل وذ آي. نقدر نستخدم الترانزستور لتشكيل شنو؟ current source. اوكي، يكون حقيقة الشكل بهالصورة هذه. اوكي، فهنا شو راح تكون حقيقة هذا الشكل مالته؟ عندنا هنا minus VEE وعندنا هنا RE R1 R2. اوكي، فبالتالي نحسب ال VB. ال VB شو راح تكون حقيقة عندنا؟ راح تكون هي voltage divider over على R1
راح تكون شنو؟ ماينس في اي اي في ار 1 على ار 1 بلس ار 2، اوكي؟ والفي اي شو تساوي لي؟ تساوي لي في بي، يعني حسبنا الفي بي وماينس في بي ماينس 0.7، اوكي؟ وايضا ممكن حسابها. والاي اي هذا الكرنت ايش راح يساوي لي؟ هذا اللوم حسبنا الفي اي، فراح يكون شنو؟ يكون في اي اي راح يكون في اي ماينس في اي اي اوفر ار اي. يعني حسبنا هذا الكرنت الاي اي، مثل ما تلاحظون هذا الكرنت الفي اي هي ثابته لان ساوينا في بي ماينس 0.7، تعتمد الفي بي على ار 1 والار 2، والار اي ثابته، بالتالي والاي يساوي الاي سي هذا الاوتبوت كرنت، فبالتالي حقيقة حصلنا على current source ثابت، لأن هاي الفولتيات كلها ثابتة غير متغيرة، ما تعتمد على البيتا. اوكي، where RC IC is the constant current provided by the circuit. اوكي، فهذا حقيقة أيضا طريقة لحساب أنه شنو؟ إنه واصل ترانزستور، كوننا current source من هذه الدائرة الموجودة بالأسفل. اوكي، عندنا ايضا شنو؟ اكزامبل اخر اللي هو حق هذا نيوميريكال اكزامبل، نفس المثال السابق، لكن شنو؟ عندنا هنا ارقام على الار 1 والار 2 على الار اي، ووجدنا شنو؟ الاي اللي هو يساوي الاي اي، هذا الاي سي نفس الاي يساوي للاي اي يساوي لي 4.65 ملي امبير. هذه طريقة الترانزستور. ايضا ممكن نستخدم الزينر مع الترانزستور عشان نحصل على ثبات اكثر للكرنت، نعرف الفولتيه مال الزينر دائما ثابته، فبدل هنا ما عندنا هاي المقاومه المتغيره الار 2 نضع مكانها شنو؟ نضع مكانها الزينر دايود، وبالتالي حقيقه نحسب الاي راح تكون شنو؟ بدل هنا الفي بي اللي حسبناها قبل شويه ار 1 في في اي اي على ار 1 بلس ار 2، راح يكون الاي الاي اي راح يكون شنو؟ في زد، هاي الفولتيه اللي هي في اي راح تكون في زد وماينس شنو؟ في بي اي، فما تعتمد على الفي اي هاي الموجوده، في زد ماينس في بي اي على شنو؟ على المقاومه ار اي، والاي تقريبا يساوي الار اي، وحسبناه يساوي 3 ملي امبير. اوكي، فبواسطه زينر دايود فولتيته ثابته نقدر حقيقه شنو؟ ايضا نحصل على كرنت سورس راح يكون ثابت، لانه في زد دائما هي ما تتغير، دائما تكون ثابته، والفي بي ايضا ثابته مع ترانزستور، وبالتالي حصلنا على كرنت سورس من هذه الدائره. الان بالنسبه هذا الام بي ان، ايضا ممكن نستخدم البي ان بي ترانزستور. البي ام بي ترانزستور حقيقه يتم استخدامه بهالطريقه هذه. البي ام بي الطريقة الربط حقيقة مالتها الصورة هذه، هو حقيقة عكس الام بي ان، قلنا شنو الاميتر، السهم مال الاميتر داخل على البيز، اوكي، والكرنت هنا الاي بي ايضا خارج من البيز، كولكتر ايضا داخل هالشكل، فبالتالي حقيقة الاي اي يساوي لاي سي بلس اي بي، اوكي، هذا راح يكون خارج، هذا راح يكون ايضا خارج الاسهم مالت الترانزستور. راح يكون هذا التيار هنا هذا خارج، اوكي، وايضا هذا التيار راح يكون ايضا ناخ الاي بي ايضا يكون خارج من الترانزستور، يعني هذا يكون داخل، والاي سي والاي بي راح تكون خارجات من الترانزستور. فايضا هذا شنو عندنا؟ هاي الدائره نقول انبوت عن طريق البيز، اوتبوت عن طريق الكولكتر، وهذا عندنا نوع البايزنج فولتج ديفايدر بايزنج، نوع الترانزستور بي ام بي ترانزستور، ونريد نحسب شنو الكيو بوينت. اوكي، فنجي نسوي تيستينج للدائره، بيتا ار اي هواي اكبر من 10 مرات ار 2، لان ما عندنا هنا فولتيه هنا بالايميتر، انما هو جراوندد، فنقدر نطبق
اما ثيفنين ثيوريم او نسوي تيستنج للكونديشن. فحقيقه هنا عندنا 132 كي اكبر او يساوي 100 كي ساتيسفايد كونديشن متطبق. اوكي بالتالي حقيقه شنو نحسب فقط الفي بي راح يساوي لنا شنو ار 2 في ماينس 18 فولت اللي هي الفي سي سي على ار 1 بلس ار 2. تلاحظون ان الفولتيه صارت نيجاتيف مو بوزيتيف مثل الام بي ان. السبب شنو حقيقه؟ لانه انعكست كل القطبيات مال الدائره، بالتالي الكولكتر دائما يكون شنو نيجاتيف على مود شنو يكون هذا الجنكشن ريفرس بايس وهذا الجنكشن فورورد بايس. اوكي ووجدنا حقيقه الفي بي ماينس 3.16 فولت. اوكي نيجاتيف، يعني هنا عندنا شنو حقيقه؟ عندنا الفي بي راح تكون نيجاتيف. الانبوت لوب لحساب الاي بي. اوكي فعندنا نحسب حقيقه بعد حسبنا الفي بي راح نحسب الفي اي. الفي اي شو تساوي لي؟ في بي وماينس في بي اي. اوكي تلاحظون الفي بي اي هي نيجاتيف مو 0.7، فالفي اي تساوي لي في بي وماينس في بي اي وماينس 3.16 ماينس وماينس. الفي بي اي نيجاتيف، ولكن اذا نحسب في اي بي هالشكل بالعكس راح يكون بوزيتيف، لكن الفي بي اي بالنسبه للبي ام بي هي راح تكون نيجاتيف، وراح يكون في يساوي لي ماينس 2.46 فولت. وجدنا الفي اي فراح نحسب التيار هنا. التيار راح يكون عندي شنو؟ الاي اي في اي على ار اي، وهنا الفي اي راح تكون التيار راح يكون 2.24 ملي امبير. اوكي الان فور كولكتر لوب، بس قلت ليش هذه هي نيجاتيف ليش صارت هنا بوزيتيف؟ حقيقة التيار للأعلى والفولتية للأعلى، فراح تكون أكو ساين عندنا ماينس، وراح تكون حقيقة التيار راح يكون بوزيتيف. أوكي لأن اتجاه الطبيعي للتيار راح يكون شنو من الجراوند المن للإيميتر، هذا هو الاتجاه مالت الآي إي. أوكي الفور كولكتر إيميتر لوب يعني الأوتبوت لوب أيضا شنو نفس الطريقة، ماينس آي إي آر إي بلس في سي ماينس آي سي آر سي بلس في سي سي يساوي زيرو، أيضا ليت آي إي يساوي آي سي، فراح يكون في سي يساوي له ماينس في سي سي بلس اي سي ار سي بلس ار اي. اوكي وانه شنو نجد الفي سي اي كيو مالتنا اللي يطلع لنا ماينس 10.16 فولت. فحقيقه هنا وجدنا شنو؟ وجدنا الكيو بوينت متمثله بالفي سي كيو والاي اي اللي هو تقريبا يساوي لنا الاي سي. اوكي عندنا ايضا شنو ترانزستور سويتشنج، نقدر نستخدم ترانزستور كقلنا شنو ك current source current mirror current source، ونقدر نستخدمه ايضا انه نقدر نستخدمه ايضا كانه شنو كترانزستور سويتشنج نتورك. بالنسبه للسويتشنج مثل ما اخذت العام الماضي باللوجيك انه شنو نستخدم كومن ايميتر. اوكي هذا نوع من انواع الكومن ايميتر، وانه نستخدم حقيقه الفولتج الفي سي سي نستخدم كدي سي، وانه دائما الفي سي يساوي 5 فولت، ونختار هذه المقاومات بعنايه كامله. الاتش اف اي هو نفس البيتا 125. اوكي وعندنا شنو بين الزيرو وال 5 فولت، نفرض هذا البلس راح يجي على الانبوت، فشو راح تكون الاوتبوت؟ هذا اول شيء عندي زيرو فراح يجي هنا زيرو، فاذا زيرو هذه زيرو هذا ايضا جراوند، فالفي بي شو يساوي لي؟ زيرو. اوكي راح اعيدها، هذه عندي هنا زيرو فولت. اوكي فهاي زيرو، فهذا بما انه زيرو فالاي بي ايضا زيرو، فراح تكون هاي الفولتيه زيرو، هذه زيرو، فراح يكون الفي بي اتش بي زيرو، راح يكون شنو هذا؟ كت اوف. هذا كت اوف. اوكي فاذا الاي بي زيرو وهذا كت اوف، الاي سي ايضا زيرو، فماكو فولت يعني هناك كرنت، الكرنت زيرو، يعني ار سي اي سي يصير زيرو. فهذه الفي سي شو تساوي لي؟ هذه زيرو، فالفي سي سي شو تساوي لي؟ تساوي لي في سي، هاي الفي سي تساوي لي في سي تساوي لي 5 فولت، فلذلك حقيقه بالزيرو راح يكون شو عندي؟ 5 فولت. تلاحظون هنا اذا كانت هنا زيرو فراح تكون الفولتيه الفي سي سي وين؟ كانه عندي في سي، لان الترانزستور ما يشتغل، هذا الكرنت زيرو اللي يمر بالار سي، فالفولتيه مالتها زيرو، بالتالي الفي سي راح يساوي لي في سي سي هذه النقطه. اوكي من البلس عندي 5 فولت، فهذا يكون بوزيتيف، فراح يكون هنا حق الفي بي اي بوزيتيف، لان هذا ام بي ان ترانزستور، راح يشتغل الترانزستور راح يسوي كوندكشن،
بس شنو راح يشتغل كوندكشن؟ شنو راح يشتغل؟ فول كوندكشن. راح يكون هنا عندي ساتوريشن، راح يدخل الساتوريشن، راح يكون هذا فورورد اوكي، راح يكون 5 فولت، وبالتالي هنا هذا لاحظ الفي بي سي راح تكون شنو 5 وماينس، راح تكون هنا الفولتيه اقل من 5، راح تكون هاي بوزيتيف، فراح يكون ايضا هذا فورورد، وراح يدخل الترانزستور ساتوريشن، بالتالي راح يصير هذا الاي سي، اي سي ماكس، وراح تكون الفي سي اي، الفي سي هذه نفسها راح تكون الفي سي اي اوكي، والفي سي راح تكون شنو 0 او 0.2 فولت، فالايديال كيس هي 0 فولت، وراح تكون شنو حقيقه الفولتيه مال الفي سي راح تكون 0، وهكذا اذا كانت 0 راح يكون 5، وراح يشتغل كانه انفرتر، راح يسوي شنو عكس المن، عكس الانبوت، اذا هذه 0 راح تكون هاي 5 فولت، فاذا كانت 0 راح يكون 1، واذا كان هنا 1 متمثله بال 5 فولت كلوجيك 1 راح يكون هنا 0 اوكي، فراح يسوي انفرتنج المن للانبوت اوكي. فهذا حقيقه بالنسبه للترانزستور، اذا اريد ان شاء الله ايضا كسويتش، لاحظوا الحقيقة انه شنو بالنسبة للدائرة هذه اللي هي كاركترستيك اوت بوت كاركترستيك مال الترانزستور، وعندنا شنو بالنسبة للاكزامبل هذا اي سي ماكس نقدر ايضا نحسبه اوكي، وانه الفي سي سي هي في سي ماكسيموم هي 5، والترانزستور اي سي ماكس ايضا هنا عندنا، والكيو بوينت اللي هي ها طبعا هاي منطقة الكتوف، فيشتغل هو بالكتوف ويشتغل شنو بالساتوريشن، ما عندنا اي كوند وركينج ان ذا اكتيف ريجن. بالسويتشنج يشتغل اما بالكتوف اللي هو كتوف ريجن و تو جنكشن ريفرس بايس، او حقيقة يشتغل وين؟ يشتغل هنا بالفور بال بالساتوريشن، واللي تو جنكشن راح تكون شنو فورورد بايس اوكي. هذه حقيقة خطوات للشرح اللي ذكرناها سابقا اوكي. انفيرشن بروسيس ريكواير ذات ذا اوبريتنج بوينت سويتش فروم كت اوف تو ساتوريشن along ذا لود لاين، من كت اوف للساتوريشن ما يمر بهذا الاكتيف ريجن اوكي. اسيوم اي سي يساوي اي سي اي نوت يساوي 0 ملي امبير، اي بي يساوي 0 مايكرو امبير اوكي. فنفرض لو عندنا ايديال كيس الاي بي هو زيرو، وايضا الاي سي اي اللي هو ليكج كارنت ايضا زيرو، اسوم في سي يساوي في سي ساتش زيرو اوكي. فعندنا شنو نفرض انه الفي سي ساتوريشن زيرو وليس 0.1 الى 0.3، يعني نفرضها زيرو حقيقه اوكي. زيرو فولت 0.3 فولت ليفل اوكي. وين في يساوي 5 فولت ذا ترانزستور ويل بي اون اند ذا ديزاين ماست بي انشور ذات ذا نتورك از هيفلي ساتوريتد ذات اي بي اكبر او يساوي 50 مايكرو امبير اوكي. فهنا اذا كان بالساتوريشن فلازم حقيقه الاي بي هنا عندنا الايج مال الساتوريشن 50 مايكرو امبير، فانه شنو المفروض الاي بي راح يكون شنو اكثر من 50 مايكرو امبير على مود شنو فعلا ندخل بالساتوريشن ريجن اوكي. وذا ترانزستور ليفل فور كولكتر كرنت راح يساوي الاي سي في سي سي على ار سي اوكي. ان ذا اكتيف ريجن الاي بي بيتا ماكس يساوي اي سي ساتش على بيتا دي سي، هذا طبعا بالاكتيف ريجن، وبالساتوريشن الاي بي راح يكون هوايه اكبر، لازم شنو اكبر من اي سي ساتش على بيتا دي سي، اكبر شنو من هذه اللي هو اكبر يعني من 50 مايكرو امبير، اللي هي منطقه شنو هاي المنطقه الايج هذا مال الاكتيف ريجن، فراح يكون المفروض الاي بي اكبر 52 54 اوكي. وين في يساوي 5 فولت اي بي از، شو يساوي الاي بي اذا كانت الفي ان 5 فولت؟ راح الاي بي راح يساوي في ان ماينس في بي اي على ار بي، فراح يكون 63 مايكرو امبير، فاذا 63 مايكرو امبير الاي بي معناته وين؟ فعلا خارج الساتوري، يعني خارج الاكتيف ريجن، راح ايضا الترانزستور شنو يدخل بالساتوريشن اوكي. الاي سي ساتش في سي سي على ار سي 6.1 ملي امبير اوكي. و تيستينج اي بي جيف اي بي 63 مايكرو امبير، هواية اقوى من اي سي ساتش على بيتا دي سي اوكي، ولانه عندنا شنو هذه اللي هي الاكتيف ريجن اللي هي الـ يعني الساتوريشن
يدخل بالساتوريشن لما شنو شو وقت الاي بي يدخل بالساتوريشن، يدخل الترانزستور بالساتوريشن لما الاي بي يساوي 48.8 مايكرو امبير، واحنا حقيقه عندنا شنو 63 مايكرو امبير، فاحنا فعلا داخلين بالساتوريشن. يدخل بالساتوريشن بهاي النقطه اللي هي 48.8 مايكرو امبير، اوكي، which is satisfied، يعني condition satisfied for V in 0 I B 0 وانه عندنا cut off. هذا حقيقه الاوبريشن مال السويتشنج، اوكي. عندنا ايضا هنا example determine RB او RC for the transistor inverter if IC such يساوي 10 ملي امبير، اوكي. فاذا IC such يساوي 10 ملي امبير، اوكي، فهنا عندنا حقيقه شنو هذا الانفرتر، عندنا هذه 0 فراح تكون 1، عندنا الفي سي سي 10 مو 5، اوكي، والاتش اف اي اللي هو البيتا يساوي 250، اوكي، فالاي سي ساتش يساوي الفي سي سي على ار سي، وريد قيمه الار سي، فالار سي مباشره راح تكون عندي 10 فولت على 10 ملي امبير، راح يساوي 1 كيلو اوم، اوكي. وبالساتوريشن راح يكون الاي بي اي سي ساتش على بيتا دي سي، وعندنا 10 ملي امبير منطينا هو على بيتا 250 راح يصير 40 مايكرو امبير. فلذلك حقيقة شو راح نختار؟ راح نختار ديب ان ساتوريشن، راح نختار الاي بي يساوي 60 مايكرو امبير تو انشور ساتوريشن، اوكي. فهنا احنا اخترنا الاي بي، هو ما منطينا الاي بي لانه شنو فقط احنا حسبنا الاي بي شو وقت يدخل بالساتوريشن، يدخل بالساتوريشن لما شنو الاي سي ساتش على البيتا دي سي، الاي بي يساوي اي سي ساتش على بيتا دي سي، فوجدناه 40، فعلى ما ندخل ديب بالساتوريشن فاخترنا الاي بي 60 مايكرو امبير، وبالتالي اي بي شي يساوي لي في ان ماينس 0.7 على ار بي، ونجد الار بي يساوي لي 155 كيلو اوم. هذه هي المقاومه تحقق لنا شنو الاي بي يساوي لي 60 مايكرو امبير. نقدر مره ثانيه نحسب الاي بي عن طريق هاي القيم، فيكون في ان ماينس 0.7 على ار بي، ووجدنا حقيقه شنو انه الاي بي يساوي لي 62 مايكرو امبير، وبالتالي الاي بي يساوي 62 مايكرو امبير اللي هي حقيقة شنو أكبر من آي سي ساتش على بيتا دي سي اللي هي 40 مايكرو أمبير. ففعلا الحقيقة شنو بالساتوريشن ريجن، أوكي. هاي هنا حقيقة حسبناها مرة ثانية لأنه هنا 155 كيلو، هنا ستلاحظ شنو هاي 155، هنا هو حقيقة بالنسبة لل احنا نقدر نتوقف هنا، ماكو داعي لهاي الخطوة. السبب شنو؟ لانه وجدنا الار بي 155 كيلو، لكن كستاندر فاليو ستاندر بالنسبه للار ما موجود عندنا 155 كيلو، عندنا قيمه الستاندر هي 150، فاختارينا ال 150 وحسبنا الاي بي على اساس ال 150، ووجدنا 62 مايكرو امبير، وايضا انه شنو؟ ايضا هو ديب ان ساتوريشن، فبالتالي نقدر ناخذ هاي القيمه اللي هي 150 بدل ما ناخذ 155 كيلو اوم اللي هي مو ستاندر فاليو، بس نقدر حقيقه نتوقف هنا كديزاين، لكن بالنسبه للبراكتيكال نختار هذه المقاومه، اوكي. هنا عندنا ايضا سويتشنج ترانزستور، ايضا علاقه بالسويتشنج، عندنا due to speed with which they can switch from one voltage level to other. هاي الحقيقه يمثل لنا شنو البالس البراكتيكال بالس. فاحنا بالنسبه للسويتشنج اكو عندنا شنو، اكو عندنا سرعه محدده، السرعه متمثله شنو حقيقه بهذا بالتي دي، اوكي، تايم ديلي لنهوض الترانزستور. الترانزستور مو راسا يعني انه مجرد انه تجي البالس راح يشتغل ورا فتره معينه 10% من البالس. وعندنا ايضا شنو التي ار والتي اون، تي اون اللي هي حقيقه تي دي بلس تي ار، وعندنا ايضا هذا عندنا بالرايز تايم، وعندنا هنا بالفولينج تايم، يعني هنا الترانزستور من اون يريد يشتغل، فهذا البلس حقيقه راح يكون مهم، قد ما يكون شارب يكون شنو افضل، وايضا الفولينج قد ما ينزل بسرعه راح يكون افضل، اوكي. التايم مال الرايزنج ما يساوي التايم مال الاوف، اوكي. فذا توتال تايم ريكواير فور ترانزستور تو سويتش فروم اوف تو اون، يعني على مود يكون من اوف الى اون، ايش يساوي؟ يساوي تي اون يساوي تي ار بلس تي دي،
ترانزستور من هو اوف يريد يصير اون يشتغل، هذا هو شغل الترانزستور، هو هنا اوف. من يريد يشتغل ان تايم ديلي تي اون يساوي تي ار بلس تي دي. اوكي، تي دي قلنا هو الديلي تايم between the changing state of the input and the beginning of the response at the output. يعني هو التغير بين من ترانزستور اوف الى ان يريد يغير الحاله مالته الى الاون. اوكي، والتايم اليمنت تي ار هو الرايز تايم from 10% to 90% of the final value. التي ار شلون نقيسه؟ هو الوقت من 10% الى 90% من الرايز تايم مال البلس. اوكي، هذا بالنسبه للتي اون. الفولينج تايم اللي هو تي اوف هو شنو؟ الوقت الكامل للترانزستور على مود يتحول من اون الى اوف. اوكي، واذا تي اس بلس تي اف، تي اس الستورج تايم وتي اف هو الفولينج تايم. فول تايم من 90% ل 10% عكس التي اف عكس التي دي. اوكي، لكن مو بالضروره هنا متساويات. اوكي، حقيقه هذا فيما يخص ال هذا فيما يخص المحاضرة لهذا اليوم.